السلام عليكم. بالنسبة اليوم اليوم الثاني في التكوين ديال الدورة التكوينية الوطنية لنيل دبلوم مدرب صنف الاستئناس في لعبة أو رياضة الشطرنج في مدينة تيزنيت. هذه دورة تكوينية أولى في التاريخ ديال المكتب الجديد ديال الجامعة الملكية المغربية للشطرنج اللي تنتخب في نهار 23 مارس 2013. بالطبع هذه الدورة تكون كتدخل في البرنامج ديال الجامعة الملكية المغربية للشطرنج المرتبط بالتكوينات. وبصفتي رئيس نادي أمل تيزنيت للشطرنج ورئيس العصبة الجهوية الجنوبية ونائب رئيس الجامعة الملكية المغربية للشطرنج، تم تكليفي ولا تكلفت بالمهمة ديال هذا الملف ديال التكوين. دوزنا مجموعة من التكوينات على الصعيد الجهوي على مستوى العصاب، تكوينات جهوية لفائدة الحكام الجهويين أو لقب حكم جهوي ديال كل عصبة في 4 ديال العصاب اللي كاين في التراب المغربي. وهذه الدورة هذه جات حتى هي من أجل الرفع من القدرات ديال الشطرنجيين المغاربة، خاصة منهم المنخرطين والعناصر ديال الأندية الشطرنجية والجمعيات الشطرنجية المنخرطة واللي داخلة تحت لواء الجامعة الملكية المغربية للشطرنج. بالطبع ما غاديش نذكر على المحاور ديال هذه الدورة التكوينية، وإنما بغيت نهضر على الجانب اللي بغات تخدم عليه الجامعة بالأساس، هو التكوين من أجل توسيع القاعدة ديال الممارسة الشطرنجية، بالإضافة إلى استراتيجية الدفع في مناطق أخرى في المغرب اللي ما فيهاش أندية ديال الشطرنج، باش تكون نشتغلوا على هذه المسألة ديال التوسيع. وهذا التكوين هذا داخل في هذا الإطار هذا، وكنفكروا كجامعة ملكية المغربية للشطرنج باش ندخلوا في شراكة مع وزارة التربية الوطنية، لأنها كنظنوا أن هي الفضاء المرشح الأكثر القوي باش يساهم معنا في نشر الرياضة واللعبة ديال الشطرنج في كافة التراب الوطني. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد بن هنديل، موظف بوزارة الشباب والرياضة، خريج معهد الملكي لتكوين الأطر، مؤطر وطني. هذه التجربة الأولى كنساهموا فيها في هذه دورة تكوينية في مجال تكوين مدربين درجة مدرب من درجة الاستئناس في رياضة الشطرنج، وهي تجربة فريدة وأولية هنا في المغرب. من خلالها غادي تكون واحد المجموعة ديال المدربين باش في إطار الاستراتيجية الجديدة للجامعة تعميم هذه اللعبة على الشباب والأطفال. ومن بين المحاور الأساسية في هذا التدريب هو المواصفات التقنية، المواصفات ديال المدرب النموذجي والدروس في تقنية التواصل مع الطفل والشاب، وكذا دينامية الجماعة والتعريف خصوصية المرحلة اللاعبين في هذا السن المبكر اللي هو الطفل والشاب، والصعوبات اللي يمكن يلقاها المدرب في إيصال قانون اللعبة من جهة، ومن جهة ثانية كمدرب كمربي وكمنشط للجماعة، حيث أنه ما يمكنش نقتصر فقط على اللاعب، بل خص المدرب يكون كأب يعرف يخلي هذاك اللاعب أنه يندمج في الجماعة ويندمج في المجتمع. وهناك أيضا عروض أخرى تقنية محضة اللي غادي يستطيعوا الآن هما بصدد التكوين فيها، حتى وغيكون في الغد ان شاء الله غيكون الامتحان واختبار كتابي وتطبيقي، باش حتى ذاك الدبلوم تكون عنده واحد القيمه مضافه. واختارينا تيزنيت بالضبط باش ما نبقاش الاحتكار على الدار البيضاء والرباط، والحمد لله لقينا واحد الاستقبال مهم من طرف العماله ولا المجلس الاقليمي ولا الجمعيه المحتضنه امل تيزنيت ولا حتى جميع الفعاليات ديال المدينه. فهذه المدينه الهادئه، مدينه جميله جدا، وفعلا هي خصها تكون واحد قبله ديال الاطفال والشباب، لحقاش الجو والهدوء ديالها ما كيوحي الا باش يكون فيها سترونج من اعلى مستوى. كنشكروا بهذه المناسبه جميع الفعاليات ديال المدينه اللي هيئت لنا هذا الفضاء الممتاز وهيئت لنا الجو لنجاح هذا التظاهر. شكرا.